مشاهدينا، ولتسليط الضوء أكثر على إقرار السوداني باستشراء الفساد في مفاصل الدولة، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والصحفي العراقي الأستاذ بهاء خليل. مساء الخير. أهلا وسهلا حضرتك، مساء النور. أستاذ بهاء، بداية، في أي إطار يمكن وضع تصريحات السوداني بأن استشراء الفساد الحكومي يهدد البرنامج الحكومي للسوداني؟ هل هي مناشدة كما يصفها البعض بأنه الفساد هذا أضحى يهدد البرنامج الموضوع؟ نعم، أنا أعتقد بأن هذه التصريحات هي مجرد استهلاك إعلامي لا أكثر ولا أقل، لأن حكومة السوداني بدايتها كما يقول المثل بداية القصيدة كفر. حكومة السودان التي أعلنت الحرب على الفساد، أول إجراءاتها كانت تعيين رئيس لهيئة النزاهة وهو متهم بالفساد عام 2016. المشكلة في حكومة السودان أنها ليست جادة، وفعلا هي قراراتها انتقائية. الأحداث اللي مرت خلال الستة أشهر شاهد الجميع الطريقة التي يتعامل بها السودان مع ملفات الفساد. الهدف الأكبر اللي كان يطالبون بكشفه كما سموه بسرقة القرن، اللي كشفته الحكومة السابقة واللي نسبوه لأنفسهم كحكومة واعتبروا إنجاز، اتخذت الحكومة مع المتهمين إجراءات أقل ما يقال عنها بأنها إجراءات لا تطابق القانون، لا يوجد لها أي مسوغ سوى محاولة يعني إفلات هؤلاء من العقاب، و موضوع استعادة الأموال، وموضوع أنه يعني شو استعراضي أنه يخرج رئيس الوزراء في عرض وأمام يعني جبل من الأموال. كل هذه كانت مجرد استعراضات واستهلاك إعلامي لا أكثر، لكن إجراءات حقيقية من أجل محاربة الفساد لا توجد حتى الآن. الجميع يعلم أن الفساد وصل إلى مراحل متطورة في العراق، وأصبحت معدلاته قياسية، وممكن أن يكون الأول في العالم حالياً. طيب، المشكلة أنه أساس المشكلة يعني هي الحكومة نفسها، لأن الحكومة من اللي شكلها؟ هي شكلتها مجموعة الأحزاب المنضوية تحت مسمى الإطار التنسيقي، وأغلب هذه الأحزاب هي متهمة أصلا بالفساد ولديها مكاتب اقتصادية وتعمل على نهب العراق منذ 2003 وحتى. طيب، أيضا السوداني أشار إلى ضرورة عدم انشغال الحاكم بإرضاء جهة معينة على المصلحة العامة. طيب، ما الرسائل التي يريد إيصالها من خلال هذا التصريح؟ وهل هي للتسويق الإعلامي أم هناك فعلا تشظي داخل الإطار التنسيقي؟ نعم، التشظي موجود، التشظي موجود، وهذا الأمر قد يتطور خلال الأيام المقبلة كل ما اقتربت انتخابات مجالس المحافظات، لأنه هنالك قرارات من دولة القانون بأن تدخل الانتخابات بقائمة واحدة بمعزل عن الإطار التنسيقي، اللي كان يعتقد شركاء دولة القانون بأنهم سيدخلون في قائمة واحدة، لكن اتضح الأمر غير ذلك. وهنا هذا معناها أنه الكتل الصغيرة اللي موجودة داخل الإطار التنسيقي قد تخسر. هذا سبب يعني خلاف كبير بين قوى الإطار التنسيقي، رغم محاولتهم إخفاء هذا الأمر. يعني الأمر أصبح مكشوف حتى من خلال التصريحات، لكنهم حتى الآن يحاولون أن يخفون هذا الأمر ويدعون بأن الإطار التنسيقي متماسك، لكن الحقيقة تقول غير ذلك. أيضا موضوع الشركاء اللي موجودين الآن، السوداني لا يستطيع اتهام أي شخص من عندهم، كما ذكرتم في التقرير ممكن أن يقيلوا بجلسة واحدة، وهذا الأمر وارد جدا، ممكن سحب الثقة من حكومته وينتهي الموضوع على هذا إذا حاول أن يعني أو قرر أنه فعلا يقف ضدهم ويحاربهم بصورة تضمن محاربة الفساد بشكل كامل داخل العراق. لكن حتى الآن هو يحاول قدر الإمكان أنه لا يغضب الأطراف الأخرى، وفي نفس الوقت التصريحات ممكن أن تكون نوع من المخدر للشعب العراقي، أنه إحنا فعلا نحاول أن نشتت الفساد، لكن يعني إمكانياتنا ضعيفة بسبب أمور خارجة عن إرادتنا. لكن الشعب العراقي يعرف بأنه الفساد في العراق أين يكمن السبب، وأين تكمن الخطوات اللي ممكن أن تتخذها أي حكومة من أجل معالجته. طيب، هذا اللي ممكن أن يتحمل. أيضا هنا السوداني يعني في ضمن العبارات التي ذكرها أن هناك شلة من الفاسدين تريد الانقضاض على خزينة الدولة. السؤال هنا، هل هناك من هم غير فاسدين في العملية السياسية؟ وإذا كانت هناك شلة معروفة ومكشوفة، لماذا لا يكشفها للناس؟ لماذا لا يكشفها للرأي العام، لهيئة النزاهة؟ هو السوداني لا يختلف عن من سبقه، يعني من 2003 وحتى الآن
الجميع لا يسمى الاسماء بمسمياتها. كان حيدر العبادي مشهور بكلمه البعض، يعني لا يمكن نعم له ان يسمي بالاسم الجهات المتنفذه التي تسرق العراق بهذه الطريقه ومسيطره بشكل كلي على مقدرات العراق الاقتصاديه منذ 2003 وحتى الان. الجميع يخشى هذه الفصائل المسلحه، الجميع يخشى الاحزاب، لانه هذه الاحزاب الان وخصوصا يعني حكومه السوداني، الجميع يعلم بان حكومه السوداني انبثقت من الاطار التنسيقي، ومعناه انه موضوع اقالته يعني امر وارد جدا، حتى وان كانت يعني لديه دعم من السفيره الامريكيه من رومانسكي، لكن الامر بيد البرلمان، والبرلمان باغلبيه الاطار التنسيقي الان او كمشروع اداره الدوله، يعني كتحالف اداره الدوله، بامكانهم اقاله الحلبوسي بصفقه سياسيه، العفو، بامكانهم اقاله السوداني بصفقه سياسيه. نعم. وبالتالي هو متخوف من هذا الشيء، وفي نفس الوقت يحاول انه يضع نفسه في موضع يعني البعيد عن القرار لدرجه كبيره، وبالتالي قد يمكن ان يمثل فرصه للسوداني في المستقبل ان يستمر بعمل السياسي، لكن ان يحارب الفساد فهذا شيء مستحيل حاليا. طيب، موقع ميدل ستايل البريطاني يقول ان السوداني اجرى تغييرات في اجهزه الامن والاستخبارات بذريعه محاربه الفساد، ولكن الهدف وراء ذلك هو تعيين شخصيات مقربه من الميليشيات. نعم، هذا يؤكد استمرار نهج السوداني منذ بدايه تشكيل حكومه. عندما بدات حكومه السوداني اجرى العديد من التغييرات بالقيادات الامنيه بالمناصب الحكوميه، مدراء عامين، كان هدفهم في تلك الفتره اجتثاث عناصر التيار الصدري من المراكز المهمه من الدوله، وجميعنا شفنا المجزره اللي حصلت بالمناصب في تلك الفتره. والان الاقالات اللي موجوده الان الهدف منها واضح، وهنالك خلاف حول موضوع مجالس المحافظات داخل في محافظه الانبار، لذلك كل التغييرات اللي الان اجراها السوداني هي تصفيات حزبيه لا اكثر ولا اقل، وبالتالي محاوله للسيطره قدر الامكان على الوضع الامني والسياسي داخل العراق بصوره عامه والانبار بصوره خاصه. هذا الغرض من تبديل القيادات الامنيه، حتى وان وجدت فساد فالشخصيات التي تم تقديمها للمناصب حتى الان يعني لا يوجد لديها ما يعني كنوع من الكفاءه ممكن ان نقول انه هذا الشخص يستحق هذا المنصب، شخصيات مقربه من المالكي وغيره. نعم، من اسطنبول الكاتب والصحفي العراقي الأستاذ بهاء خليل، شكرا جزيلا لوجودكم معنا.